للحديث عن آخر التطورات في الملف السوري معنا من مدينة ريحانية تركيا الخبير العسكري والسياسي السوري الأستاذ أديب العلاوي. أستاذ أديب، بداية مرحبا بكم. هجوم منبج اليوم في أي إطار تضعه؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني هجوم منبج اليوم، المرجح أنه بأيدي من قوات سوريا الديمقراطية. دعني أقول أن حكومة الظل في قنديل وحكومة الظل في قوات قسد هي المسؤولة عن هذا التفجير، وجاء من حيث التوقيت ومن حيث الجغرافيا والمكان. يعني بمعنى أن داعش التي تبنت هذه العملية موجودة على بعد أكثر من 400 كيلومتر، ولا أعتقد أنها تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة التي هي يعني ضمن القبضة الأمنية لقوات قسد وللولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ليس من السهل اختراق هذه القبضة الأمنية بهذه السهولة والوصول إلى هذه الأمكنة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن التفجير صحيح أنه بحزام ناسف لشخص انتحاري، ولكن لا أعتقد أنه يستطيع هذا بمفرده. هذا يحتاج إلى خلايا ومجموعة لوجستية تؤمن له هذا ما حصل. وبالتالي أنا أقول أن سوريا الديمقراطية هي وراء هذا، حكومة الظل في قنديل هي التي خططت لذلك حتى لا يعني تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها أو تؤخر هذا الانسحاب لسببين رئيسيين. السبب الأول هو دعني أقول أن لتسوء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من جهة، ودعني أقول أنها تعتبر يعني قوات سوريا الديمقراطية بهذا التفجير أن داعش لا تزال موجودة، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية لا تعلن بأن داعش انتهت ولا تنسحب من هذه المناطق. يعني ردا على الهجوم، نائب الرئيس الأمريكي قال إن بلاده ستقاتل لتضمن هزيمة تنظيم الدولة. إلى أي مدى ترى أستاذ أديب أن هذا الهجوم ربما يؤثر على الانسحاب الأمريكي؟ يعني كما قلنا أن قوات قسد تحاول أن تعرقل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الغطاء الشرعي والغطاء القوي والحامي الأساسي لقوى وميليشيات قسد المتواجدة في المنطقة، وبالتالي هي تحاول عرقلتها. الولايات المتحدة الأمريكية دعني أقول أنها منقسمة على نفسها في اتخاذ القرار. يعني اتخذ القرار الرئيس الأمريكي، ولكن جنرالات البنتاغون الأمريكي أعتقد أنهم حتى الآن لم يقتنعوا في هذا الانسحاب السريع. يعني يمكن أن يكون هناك قناعة في الانسحاب، ولكن أن لا تكون بهذه السرعة التي وضع الرئيس ترامب. بالحديث عن الانسحاب أو عرقلة الانسحاب، مؤسس شركة بلاك ويتر يقترح إرسال مقاولين عسكريين محل القوات الأمريكية. هذا المقترح كيف تنظر إليه؟ يعني دعني أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني على طاولة الرئيس الأمريكي أكثر من بلاك ويتر. هناك بلاك ويتر عربي أيضا قد قدم له بأن تدخل قوات عربية من مختلف الجنسيات إلى هذه المنطقة. يعني دعني أقول أن هذا التنافس الذي يحصل على الأراضي السورية وهذه التجاذبات الدولية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني كله يعني يحاول أن يسحب البساط إلى صفه. يعني هناك بلاك ووتر للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بلاك ووتر لروسيا، وهناك كما قلنا تحالف عربي يحاول أن يدخل في هذه المنطقة. لكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح حتى الآن لأي طرف من الأطراف، أو لم تعطي الضوء الأخضر لأي طرف من الأطراف، وخاصة بعد أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس أردوغان وبين ترامب، عندما قال للرئيس أردوغان سأنسحب من سوريا وعليك إملاء الفراغ وأن تكون متواجد في المناطق التي ستنسحب فيها القوات الأمريكية، مع أن يعني هناك يعني تخبط في السياسة الأمريكية. في كل يوم نجد تصريحات متناقضة عن تصريحات اليوم الذي قبله. مجلس الأمن القومي الروسي قال إن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يكون مهما إلا بعد تقديم مواعيد للانسحاب. هل هذا تشكيك بالانسحاب الأمريكي أما كيف تنظر إليه؟ يعني كما قلت، هو التخبط في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والتناقضات في الإدارة الأمريكية التي قسم منها يفضل الانسحاب السريع كما هو ترامب، وقسم آخر يفضل
يعني البطء في هذا الانسحاب، وعلى مراحل أن تكون طويلة المدى، يعني بمعنى ليس على المدى المنظور، يعني أكثر من 4 شهور. لكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليست يعني عازمة على الانسحاب بالشكل الجدي. أنا لم أجد جدية حتى الآن، يعني انسحبت بضع آليات من المنطقة الشرقية باتجاه الأراضي العراقية وليس باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمعنى آخر أن هذا القرار الذي اتخذه ترامب، يعني أعتقد أنه قرار متسرع، لم توافق عليه حتى الآن يعني البنتاغون والسي آي إيه الأمريكي. من مدينة ريحانية تركيا، الخبير العسكرية والسياسية السورية الأستاذ أديب العلاوي، شكرا لك.